احتفل مرشح اليساري لانتخابات الرئاسة البرازيلية فرناندو حداد مع أنصاره في ريو دي جانيرو بارتفاع نسبة تأييده في استطلاع جديد للرأي حول جولة الإعادة المقررة الأحد المقبل. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد آي بوبي زيادة نسبة التأييد لحداد من 41% إلى 43%، لكنه لا يزال بعيدا عن المرشح اليميني المتطرف جاير بولسونارو الذي منحه الاستطلاع 57%. ويثق حداد في إمكانية تعويض الفارق في الاستطلاعات وقلب النتيجة لصالحه قبل 4 أيام من خوض جولة الإعادة.